ميديا، شايف ان هي اثرت على الحياه الاسريه؟ تمام طبعا، كل حاجه دلوقتي يعني النت دلوقتي ما خلاش حاجه يعني في استخداماته، في وقته، وفي كله، وفر علينا كتير برضه في كل حاجه يعني، تسهيلات اذا كان جي بي اس، اذا كان تصفح، اذا كان يعني اي علاقه وصل في اتصال، وفر كتير يعني. اثر عليك ازاي في حياتك الاسريه؟ يعني ان انا يعني انا اولا اعزب، فيعني اكيد لو متزوج او غير يعني، فاللي هو مثلا اكيد الشات هيقدر ياخده اكتر من اولاده بتاع كده، مش هيقدر يعني يتواصل حياته الزوجيه طبعا او الاسريه يعني زي ما كنتش في نت مثلا يعني، هيقدر يعني يوفر وقته اكتر ليهم يعني. تتواصل مع والدك ووالدتك ازاي؟ تبقى وانت قاعد في البيت تبقى انت بتعمل ايه؟ تقعد تتكلم معاهم ولا؟ اكيد طبعا، اكيد اكيد اكيد. لا هو ده لي وقت وده لي وقت برضه يعني، مع والدي ومع والدتي ومع اخواتي في البيت، بس يعني اكيد بيبقى كله يعني العاده بتاع التعايش يعني في البيت، الموبايل في ايده، تصفح كده يعني. والله مواقع التواصل الاجتماعي دلوقتي خدت المصريين كلهم من بعض، الغالبية معظم المصريين يعني الزوج مش موجود مع زوجته، ولا الزوجة نفسها موجودة مع الأولاد ولا مع الزوج، ولا الأب موجود مع الأولاد ولا الأسرة. أثرت فينا تأثير إيجابي يعني، حتى بعض أهل العلم سألوا في الموضوع ده، قال إن هي مواقع يعني بتاخد الناس من الواقع اللي هم عايشين فيه. بس الرسائل الاتصال الحديثة ما أثرتش على الزيارات وتبادل الزيارات؟ ما بقاش في زيارات، كله بيطمن على بعض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. هي اثرت ان خلت كل واحد بقى في حاله، يعني انا قاعد مثلا مع اهلي على طول ماسك التليفون، مع اصحابي برده ماسك التليفون، هي كده يعني. بس بقى في زيارات بينكم وما بين الاهل؟ ايه؟ بقيت في زيارات ولا بقيتوا بس بتتسالوا عن بعض عن طريق السوشيال ميديا؟ اه اكيد طبعا. للاسف الشديد نعم 100%. ازاي؟ يعني انا مثلا اولادي، طبعا انا اولادي كبار متجوزين وعندي احفاد، احفادي ما بين سن 5 سنين الى 12 سنه، الاولاد قاعدين في البيت كل واحد ماسك ايباد او ماسك تليفون او ماسك اي حاجه وعمال يلعب فيها، وسايب اخوه حتى اللي قريب قوي من سنه ما بيتكلموش مع بعض، وبالتالي ما بيتكلموش معانا احنا شخصيا. انا شخصيا مش غاوي الميديا نهائيا يعني، انا لا عندي لا فيسبوك ولا عندي اي حاجه، انا يا دوبك ارد على التليفون واسجل النمره واعمل ماشي بالسيستم القديم، انما اكتر من كده لا. شايف ان وسائل الاتصال الحديثه اثرت على تبادل الزيارات؟ يعني مش بنسبه كبيره قوي، بس لما بيزوروا بعض تلاقي كل واحد قاعد لوحده برضه، يعني ما فيش اتصال يعني زي زمان لما كان بقى بتلم العيلة بتقعد مع بعض وكله بيتكلم في موضوعات عامة، دلوقتي كل واحد يعني أكثر حد تلاقي 2 بيتكلموا مع بعض بس. إنما لو في أسرة كاملة متكاملة مثلا بالأحفاد بالأزواج بالأولاد كل واحد بيتكلم في موضوع. والله الموضوع بتاع السوشيال ميديا دوت الناس بدأت تتكلم فيه بطريقة فظيعة، لأن محمد رمضان والمسلسلات اللي هي من أول حبيشة وأسطورة ومش أسطورة، الكلام ده اصلا بيأثر على الشباب الصغير والناس اللي هي عقليتها صغيرة شوية بتتأثر بالكلام ده، لأن التلفزيون هو أسرع وسيلة للناس بتوصل لها. اللي السوشيال ميديا ووسائل الاتصال الحديثة زي الموبايل أو الإنترنت بيأثر على الحياة الأسرية؟ بيأثر أكيد، لأن ده تلفزيون كل الناس بتشوفه في الأسرة كلها. الموبايل أو الموبايل عامة؟ الموبايل عامة لا. والله الموبايل له تأثير سلاح ذو حدين يعني، ليه إيجابي وليه سلبي، حسب بقى أنت استخدامك، ممكن تستخدمه في الحاجة كويسة وممكن تستخدمه في حاجة الوحشة. بعد ظهور وسائل الاتصال الحديثة شايف إن العلاقات الأسرية بقت زي ما هي بقت فيه؟ لا طبعًا، إحنا بنقعد على القهوة كل واحد ماسك موبايله، محدش بيتكلم مع التاني زي الأول. كل الناس بتقعد يعني ممكن تلاقي 50 واحد قاعدين كل واحد ماسك موبايل، مفيش التواصل اللي هو زي الأول ومفيش الناس بقت تطمن على بعض غير بالسوشيال ميديا والفيس والكلام ده بس، انما التواصل اللي هو حتى عزومه الافراح بقت تبقى على النت دلوقتي، يعني كون انت ما عندكش نت انت كده منعزل عن الحياه اصلا، فده حاجه في حد ذاتها مش كويسه يعني.